برحمة الوالدين برحمة الوالدين. وقفت نعانا وطلق لنا هذا الفيديو خويا، رانا نعانا وروح تاني باقي تجي تشوف عينك الواخ خويا. ها الصورة راه خير دليل خويا. ها هي باسينة دايرين على الكترة، ها هي باسينة، ها كاع تعرفنا خويا، ها هما قشنا راه مرزم، ها هو ها هما باهي. حنا شحال كاين في الحوش؟ كاين 8 عائلات، 8 عائلات، نشدوهم ما نشدوهمش؟ اه ما عندناش تاني امي خويا، غادي نقول لك واحد الكلمة، ما عندناش اجنبيين في الحوش، ما عندناش اجنبيين في الحوش، رانا نحوشو ندخلو واحدين معانا. حنا ولاد صافي خويا، ها راه لوبي جي لا ليست تاعنا في 2007 في لوبي جي، نفس الاسماء نفس الاشخاص، كان اللي يتزوج وكان اللي راه مطلق ثاني، بصح باه جبنا واحد براني خويا ما كانش. هاد السويبي با نديروها للعلم السلطات، ما عندناش براويه في الحوش. ها صبري اه اي واسمع لنا امي خويا برحمه الوالدين، غير في وجه هاد الملائكه وهاد بزاوز هادو، ها هما ها هما خويا. والله يا القرايه ما يروحوا يقروا، راهم ما يحفظوا ما يراجعوا، علاه ما عندهاش وين يجمع، ما عنده وين يجمع. اه اه ما عندهاش وين يجمع باه يحفظ ويراجع. راه كيما يلمت كطابه من القسم راه يجيبه يبات به وغادي يعاود يحلها في القسم. اكتب ها هذا مرحله كوليكتيف للجوانين تحت مساكين. انا نقولوا انا في 2021 ما ناش في 1916. الناس قلعت الصوالحه قلعوا. من بعد يجي يقول لي دير لي يقول لي مشكل معاكم على الحوانيت. انا اصحاب الحوانيت ما عنديش دخل فيهم خويا، انا اصحاب الحوانيت راهم على برا خويا. حنا هذا البرنامج، هذا البرنامج راه مقرر من وقت اسمعني، هذا البرنامج هذا تاع السكن الهش راه مبرمج من وقت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. واسمح لنا امين وندعو ثاني، نطلبوا منكم السلطات، يا سلطات يا سلطات، يا راه عندنا بزاوز، رانا صاير رانا صاير رانا في حاله يرثى لها، صاير ليش البارح تاع التلج فوتناها حنايا في لا ميرد وفي المسخ. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.